صباح النور من جديد مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم إلى القسم الأخير من صباح النور لليوم. إذا كنت قد أصبت بفيروس كورونا وتعافيت منه، فمن الضروري أن تقوم بعدد من الفحوصات الطبية للتأكد من سلامة الوظائف الحيوية للجسم. فما هي هذه الفحوصات ومتى ينصح بإجرائها؟ الإجابة تأتينا عبر سكايب من مدينة ليون الفرنسية مع الدكتور يحيى مكي، اختصاصي في علم الفيروسات في مستشفى كلود برنارد الجامعي. صباح النور دكتور. صباح الخير لك ولكم مشاهدي الكرام، مشكوركم على الاستضافة. شكرا لحضورك معنا دكتور، يسعد صباحك. بداية أخبرنا عن الواقع الصحي في فرنسا وليون تحديدا اليوم. الواقع الصحي هو أن فرنسا بدأت تتحسن الحمد لله وتتعافى نوعا ما، بعد أن وصلنا إلى 55 ألف إصابة يومية ووفيات بما يفوق 700 وفاية يوميا، فاليوم أصبحنا أقل من 18 ألف إصابة وأقل من تقريبا 200 وفيات، وحتى في نهاية الأسبوع كنا أقل من 180 وفيات في اليوم. لكن الوفيات تستطيع أن تتغير من يوم إلى آخر، تكون 100 شخص وفيات لكن بعد يومين ترجع إلى 300 شخص، لأنه ما زال عندنا تقريبا 3800 مريض العناية المركزة والإنعاش، بينما الإصابات الجديدة بدأت تقل كثيرا وبدأت تتعافى، وهذا ما صرح وسمح للسيد رئيس ماكرون والسيد رئيس وزراء كاستيكس بفتح تدريجي ورفع الحجر الصحي عن المقاهي، المطاعم، المحلات التجارية، قاعة السينما، المسرح، الموسيقى، يعني بدأت الحياة تعود من جديد الحمد لله، وبدأنا نعيش، ويعني جاءت في موسم مهم جدا هو يعني نهاية الربيع وبداية الصيف، فإن شاء الله نتعافى وتتعافى كل الأمم والدول والشعوب من هذا الفيروس. يعني نتمنى دكتور أن تتوافد الأخبار المفرحة والمطمئنة مثل هذه من جميع المدن حول العالم، ولكن للأسف في الفترة الماضية العديد أصيبوا بفيروس كورونا، وهنا بدأ الحديث عن أهمية إجراء فحوصات طبية بعد التعافي من كورونا، أخبرنا أكثر عنها. هو لكي أتمم النقطة الأولى، هو في نفس الوقت الخبر الجيد، هو وصلنا تقريبا إلى 30 مليون شخص تلقوا اللقاح في فرنسا، وعدد كبير من الدول اللقاح بدأ يتوزع وينشر يعني بكثرة، حتى وإن ما زالت بعض القارات أو بعض الدول لم تحصل على حصتها من اللقاح، فهذا كذلك جدا. بالنسبة للفحوصات سيدي الكريم، هو أنه كل من أصيب بالفيروس ولم يشعر بأنه أصيب، لم يعلم بأنه تقريبا 80% مصابين لا يعلم بأنه مصاب وهو حمل الفيروس ولم يبرز وهو محمي، فكل من يريد أن يعرف إن كان أصيب أم لا بالفيروس فعليه بالتحليل، ليس تحليل PCR في الأنف أو في اللعاب، لا، يأخذ من المصل الدم ونأخذ تحاليل ما يسمى بالسيرولوجيا، يعني نحدد الفصل الدموي الأجسام مضادة ضد كورونا فيروس، إن ظهر بأنه إيجابي يعني موجود عنده الأنتيكور أنتيبودي أو الأجسام المضادة ضد كورونا بأنه أصيب ومن لم يظهر عليه مرض فهذا يعني نعمة له بأنه أصيب وهو محمي، ومن كان أصيب وظهر عليه المرض سواء مرض خفيف كالزكام أو مرض خطير وشفي وعفي فهذا نفس الحل، هو أنه نقوم له بالتحاليل عن طريق المصل ونعرف إن كان عنده الأنتيبودي الأجسام المضادة، وعلى حسب العدد على حسب التقنية، مثلا إذا كان الحد الذي نعد بأنه الإنسان إيجابي يعني عنده طور النظام المناعي طور الأجسام المضادة، مثلا إذا كان رقم 2 في التحليل، فإن كان عنده 10 20 حتى 200 حتى 300 نقطة يعني معينة من هذه العينات فهو جد يعني محفوظ ومحمي من عدوى أخرى، لكن في بعض الحالات فيه من أصيبوا مرضه وشفيوا ومن بعد شهرين أو ثلاثة أشهر أعيدوا نفس العدوى، فهذا يظهر بأنه يا أما ارتكبهم فيروس نسخة أخرى ولم تحميهم الأجسام المضادة، أو هو نفس الفيروس بقي عندهم متخفيا في الخلايا في الجهاز التنفسي السفلي، وبعد ربما شهر شهرين تعب مرض زكام خفيف أيضا من جديد الفيروس ظهر عنده، وهذه بعض الحالات نشرت علميا في الصين، في أمريكا، في بريطانيا، حتى في فرنسا. لكن على الإجمال يعني إذا نظرنا ونخاطب المواطن اللبناني وكل من يشاهدنا في الشاشة الكريمة، هو أنه من الأفضل أن أي إنسان يريد أن يعرف إن كان أصيب أم لا
وخاصة تسهل لنا هذا التحليل، يسهل لنا إن كان إنسان ظهر بأنه عنده الأسام المضادة ففي اللقاح يتلقى إلا جرأة واحدة، وإن لم يكن إيجابي يعني سلبي لم يطور أسام مضادة فهذا يلتزم له جرأة من اللقاح، مهما كان اللقاح فايزر مسبوتنيك عفوا موديرنا أو الصينيان سينوفار أو سينوفاك. فالتحاليل الدم جد مفيدة ونافعة، وهذه لأول مرة أقولها على شاشتكم الكريمة لكل من يشاهدنا، وخاصة كذلك من يريد أن يسافر إن يثبت بأنه له أسام مضادة، فكل من له أسام مضادة فهو محمي، إن لم يكن محمي 100% محمي على الأقل 90%، وأصيب بطفرة أخرى فلا يمرض شديدا ولا يكون له مرض خطير ولا تكون له إصابة صعبة، لأن الأسام المضادة موجودة والمناعة موجودة، فعندنا المناعة الذاكرة ما يسمى بالميموري سيلز هنا تطور الأسام المضادة أكثر وأكثر. فلكي ألخص للمشاهد الكريم، التحاليل عن طريق الأنف والفم هذه إن نعرف إنني معدي اليوم منذ أقل من يومين أو ثلاثة أيام هل أنا حامل فيروس وأعد الآخرين، هذا للسفر أو لعلاج. نحن مثلا في فرنسا كل من يعني يجرى لهم عملية جراحية أو دخول مرأة للولادة للتوليد فنقوم لهم بها التحليل حتى لا نعدي الطاقم الطبي، وحتى نخصص لهم قاعة لعملية الجراحات ولعملية التوليد لكل من هو حامل الفيروس، بينما كل العادي الذي يريدون أن يزورون لبنان ونحن على أبواب الصيف، كل لبناني الذين يريدون أن يزوروا لبنان فإن قاموا بالتحاليل. والأنصح وكذلك أخاطب المشاهد الكريم، عليك بالتلقيح أخي الكريم، اللقاح لا يقتل ولا يسمم بل الفيروس في خطورة جد صحيح. كبيرة، اللقاح يحمي الإنسان وكل من تلقى اللقاح يستطيع أن يسافر يعني وهو حر في سفره وهو مطمئن، خاصة له ولعائلته إن يصل إلى لبنان وهو ملقح فيحمي نفسه ويحمي العائلة التي سوف يزورها. صحيح. طيب دكتور، يعني أنا المنتجة أمدتني بمختصرات ربما في الفترة الأخيرة تعرفنا على العديد من التسميات الطبية نظرا لمحاولتنا لتحديث معلوماتنا دائما عن هذا الفيروس وما هو حوله. لدي أسماء الفحوصات هنا وأريد أن تصححها لي إذا أخطأت فيها وتؤكد لي ما هي أنواع الفحوصات التي يجب القيام بها، يعني هل يجب أن يخضع المتعافي فقط لفحص يسمى اختبار العد الدموي الشامل أو اختصاره CBC، أم أن يجب أيضا إجراء فحص الأجسام المضادة أعتقد الاسم IgG أو IgM صححني؟ بارك الله فيك. التحاليل IgG والIgM هذا اللي تكلمت عنه هو الأجسام المضادة التي تطورها الخلايا المناعية اللمفاوية، لأنه في الجهاز المناعي عندنا خلايا تاء وخلايا باء، فخلايا تاء هي التي تستقبل الفيروس عندما يدخل الإنسان وتبينه وتعطيه الصورة الحقيقية إلى الخلايا باء، والخلايا باء هي التي تطور الأجسام المضادة IgG. لكن في نفس الوقت عندنا الخلايا تاء 4 وعندنا الخلايا تاء 8 وخلايا تاء أنكا القاتلة، عند الخلايا السامة والخلايا القاتلة. الخلايا السامة والقاتلة هي تلعب بالدور المناعي الخلوي التي هي تهاجم الفيروس بحد ذاته، بينما تاء 4 هي اللي تعطي الإنذار مع خلايا ما يسمى دندريتيك سيل التي هي تستقبل الفيروس وتستقبل مكونات الفيروس وتعطيها كصورة للخلايا اللمفاوية بها. فالخلايا اللمفاوية تنتج لنا أجسام مضادة التي تبقى في الدم دائما تسير في الدم وفي الغدد اللمفاوية، فكل إذا أصبنا بفيروس جديد فالفيروس لا يكون له الوقت أن يصل إلى الخلايا الرئوية ويصيب الإنسان ويمرض ويموت ويدخل العناية المركزية. فالأجسام المضادة موجودة في اللعاب في الحنجرة وموجودة في الرئتين موجودة في الدم، ففورا تنتج، والخلايا اللمفاوية باء الذاكرة تنتج قوة هائلة من الأجسام المضادة في نفس الوقت وتأتي لكي تهاجم الفيروس، فالفيروس لا يهاجم الخلايا ولا يدخل للجسم ويحمي الإنسان، وهذا دور كل اللقاحات ضد الشلل ضد السل ضد الهباتيتس باء ضد التيتانوس الدفتيريا الحميراء الحصبة، كل نظام اللقاحات متركب على هذا المنهج. فالتحاليل كما تفضلتين وكل ما قلتيه صحيح، الاي جي جي والاي جي ام، الاي جي ام اذا وجدناها ايجابي زائد معناها الإنسان معدي فورا، بينما معظم من أصيبوا وشفيوا فالآي جي أم تكون سلبية لأنه مدة صلاحيتها تقريبا شهر أو شهرين. عندما الإنسان يعدى بالفيروس وما كان الفيروس، فأول من يتطور من الخلايا اللمفاوية باء المناعية هي الآي جي أم
وتبقى مدتها صلاحيتها شهر أو شهرين، وهي تفيدنا لاعتراف بأن المريض أصيب منذ أقل من شهر أو أقل من أسبوعين. نعم. بينما الاي جي جي تنتج تقريبا أسبوع بعد الاي جي ام، وهي تبقى دوام الحياة مهما الإنسان حياة حتى حيا حتى يموت تبقى معنا. فكلنا لنا مثلا الاي جي جي ضد الانفلونزا، لأنه سنويا كنا أصبنا في حياتنا عدة مرات. كلنا من تلقى لقاح مثلا إيباتيتيس باء أو شلل أو سل، كلنا عندنا اي جي جي ضد الإيباتيتيس باء ضد البوليو، وهنا تبقى معنا مدى الحياة. ولذا عند كبار السن لماذا لازم حتى نحن لازم لنا كل 10 سنوات نعيد تلقيح من جديد ما يسمى بالرابل فاكسينال، يعني تذكر اللقاح ونعيد كل 10 سنوات مثلا. وحتى عند الأطفال نلقحهم في السنة الأولى بعد نعم. الولادة، ونقعهم على 6 سنوات وعلى 11 سنة، ومن بعد كل 10 سنوات نلقح، لأنه ربما تنقص الأسام المضادة في الدم، ومن ناحية أخرى ربما كذلك المناعة الجهاز المناعي يصبح يعني متكاسلا نوعا ما، وخاصة من بعد 60 سنة عند كبار السن ينقص الجهاز المناعي كما ينقص البصر وينقص السمع. فلذا نذكرهم دائما بالتلقيح حتى تكون لهم مناعة. ولماذا أعطينا الأولوية في تلقيح ضد كوفيد 6 أشهر الأولى في كل الدول التي بدأت التلقيح لكبار السن حتى نحميهم؟ وهنا أذكر بأن اللقاح مفيد جدا. نعم. فتقريبا في كل دول العالم كل كبار السن الذين تلقوا اللقاح لم يصيبوا، وإن أصيبوا جديدا مثلا النسخة البريطانية فلم يكن لهم أثر كبير للمرض مثل العدوى الأولى. نعم. فهنا طيب. التحاليل المصل الدموي هذه التحاليل دكتور نعم. له فائدتان. إن وجدنا الاي جي ام فهنا العدوى جديدة وهذا لازم يعزل وحتى يشفى. إن كان إلا الاي جي جي فهذا محمي ويستطيع أن يسافر. مثلا كل من يريد أن يسافر إن عمل تحليل الاي جي جي وهو إيجابي زائد، ولازم التحليل بي سي آر أقل من 72 ساعة نعم. وبعض الدول أقل من 48 ساعة، فهنا نعم. ظهر بأنه هذا يستطيع أن يسافر وهو مطمئن. طيب دكتور هذه التحليلات، هذه التحليلات متى يقوم بها؟ تفضل تفضل. هذه الفحوصات متى يخضع لها المتعافي من كورونا؟ بعد أي وقت؟ والعديد من المتعافين من كورونا أيضا تعرضوا لمضاعفات استمرت معهم لفترات طويلة، أخبرنا أكثر. الأساسي سيدتي الكريمة هو أنه كل من يريد أن يسافر الأحسن هو 3 أيام قبل ما يسافر، يعني 72 ساعة، لأنه التحاليل بي سي آر يكون سلبي فهذا مطمئن، والآي جي جي إن كان موجود فهو كان أصيب ومشفي ومعفي، وإن كان سلبي فهذا لازم عليه أن يحفظ نفسه في السفر في الطائرة وعندما يصل إلى الدولة التي يصل إليها الوطن، فيحمي نفسه تماما ويبقى على القناع والحفظ البعد المسافي ولا يقبل العائلة إذا وصل إليها ويبقى محترم البعد المسافي. فإن لم يكن مسافرا فمن بعد الذي كل من تلقى اللقاح مثلا كل من تلقى اللقاح حتى يعرف إن اللقاح كان مفيد عنده كذلك. وأشكرك على الملاحظة القيمة سيدتي الكريمة. كل من تلقى اللقاح أو أصيب من سابقا فعليه أن يقوم بالتحاليل أي جي جي والاي جي ام على الاقل 4 أسابيع من بعد، لانه الاسام المضاده الاي جي ام تتطور اسبوع من بعد العدوى. نعم. الاي جي جي اسبوعين تقريبا 10 أيام الى اسبوعين من بعد العدوى تبدا تظهر، ولكي تصل الى الذروه هذه الاسام المضاده الانتي بودي او بالفرنسيه الانتيكار على الاقل 3 أسابيع. فاحسن كل مواطن وكل من يشاهدنا عليه ان يقوم بفحص 4 أسابيع بالنسبه للمصل. ماذا عن مسح الرئتين دكتور؟ 4 أسابيع سواء إن كان أصيب أو إن كان تلقى اللقاح حتى نعرف إن كان محميا بهذه الأسام المضادة، لأنه نعم. إن يقوم به يومين من بعد الإصابة أو 3 أيام بعد اللقاح فلم تتطور بعد فيكون سلبي ويقول اللقاح غير مفيد ولم أصيب بالعدوى بل هو مصاب. ماذا عن مسح الرئتين دكتور، خاصة للأشخاص الذين تعرضوا لمضاعفات قوية في جهازهم التنفسي؟ أعيدي لي أول كلمة في السؤال. مسح الرئتين دكتور. نعم. فحص مسح الرئتين. فحص مسح الرئتين هذا عند العدوى. كل إنسان الذي يسعل لو حمى ضرر في الصدر تعب في الصدر هذا فورا لازم الفحص، لأنه الفحص المسح الرئوي هو جد مفيد لأنه يبين لنا درجة أثر الفيروس ضرر الخلايا وتغير صورة الرئتان، فهذا جد مفيد وجد فعال لكي كذلك فحص سهل كذلك. هو الوزن في الأصبع آلات صغيرة لا يعني ثمنها أقل
قل من 12 دولار أو 12 أورو عندنا في فرنسا، فيستعمل ويباع في الصيدليات كل ما يوزن يعني نستعمله في الأيدي ونزل به الأكسجين، فهذا جد مفيد خاصة لكل كبار السن الذين في ديار العجزة أو في المستشفيات أو في البيوت لكي نزل الأكسجين. فالأكسجين إن كان أقل من 90 فهنا فيه لازم على المريض أن ينتقل إلى المستشفى أو يأتي الطبيب إلى البيت حتى يعني يقوم بالفحوصات الكاملة ونعرف إن لازم له الأكسجين. نعم. لأنه الخطورة في هذا المرض يعني هو نقص الأكسجين وكيف نعم. نتدخل فورا قبل نقص الأكسجين بشدة وتدهور الصحي للإنسان. وهنا أخاطب كل مشاهد، كل من له ضرر في الصدر، حمى، سعال، كالزكام نعم. عليه أن يتصل بطبيب والمستشفى حتى نحميه، لأنه إذا تدخلنا في اليومين الأولين أو ثلاث أيام الأولى فنحميه ونقيه العناية مركزه الإنعاش والوفاة. إذن وإن نعم. تأخر أسبوعين فهنا الخطورة. نعم سيدي. يعني دكتور معلومة مهمة جدا، توصية المرضى بأن لا ينتظروا كثيرا، وعند ظهور علامات ربما مقلقة التوجه إلى الطبيب أو الاتصال به مباشرة، لأن هناك العديد من الحالات يمكن معالجتها عندما تكون التبليغ عنها في وقت مبكر. شكرا جزيلا لك دكتور يحيى مكي الاختصاصي في علم الفيروسات في مستشفى كلود برنارد الجامعي من ليون فرنسا. شكرا، تحياتي لك. شكرا جزيلا لك مشاهدينا.